الوزراء الأربعة. كان لملك من الملوك وزراء أربعة مشهورون بالعقل والحكمة وحسن التدبير، وكان الملك يشاورهم في كل أمر من أموره، فيشيرون عليه بما يوافق مصلحته ومصلحة شعبه. وذات مرة خطر ببال الملك أن يفرض ضريبة جديدة على الشعب، فشاور وزراءه، ولكنهم لم يوافقوه على فرض هذه الضريبة، لأن الشعب فقير لا طاقة له على دفع ضرائب. غضب الملك على وزرائه، لأنهم لم يوافقوه على رأيه، فعزلهم وبردهم من أموالهم، وأبعدهم عن البلاد. وبينما كان الوزراء الأربعة ماشين في طريقهم خارج المدينة، رأوا أثرا حديثا لجمل، فأخذوا يتتبعون ذلك الأثر وهم يتحدثون عن الجمال وصفاتها وآثار أقدامها في الطريق. وبينما هم يتحدثون مر بهم تاجر من التجار فسألهم: ألم يمر بكم جمل منذ برهة؟ وكان جمله قد غاب عنه فلم يعرف أين ذهب، فقال له أحدهم: لا بد أن جملك هذا كان أعرب. قال الثاني: ولا بد أنه كان أعور ولا يبصر بعينه اليمنى. قال الوزير الثالث: ولا بد أنه كان أبتر مقطوع الذنب. قال الرابع: ولا بد أنه كان مع ذلك كله مريضا يشكو ألما في بطنه. ومن العجيب أن الجمل الذي ضاع من التاجر كانت فيه هذه الصفات جميعا، فهو أعرض وأعور وأبتر وممعود يشكو ألما في بطنه، فلم يكد التاجر يسمع كلامهم حتى اعتقد أنهم قد رأوا جمله، فقال لهم بلهفة: نعم، هذه صفاته، فأين رأيتموه؟ قال الوزراء الأربعة: والله ما ندري، وما رأيناه قط. قال التاجر بغضب: كيف تنكرون أنكم رأيتموه وقد وصفتموه وصفا دقيقا لا يقدر عليه إلا من رأى؟ فلا بد أنكم طمعتم فيه فأخفيتموه. قال الوزراء: لقد رأينا آثاره فعرفنا بها صفاته دون أن نراه. قال التاجر: بل رأيتموه وأخفيتموه. ثم قصد إلى قصر الملك فشكاهم إليه واتهمهم بسرقة جمله. استدعاهم الملك إليه وهددهم بالسجن إن لم يعترفوا بالحقيقة ويردوا الجمل إلى صاحبه. قالوا: والله ما رأيناه يا صاحب الجلالة، ولا نعرف أين ذهب. قال الملك: فمن أين لكم أن تصفوه دون أن تروه؟ قال الأول: لقد لاحظت آثار أقدامه في الرمل فإذا هي ثلاثة، فعرفت أنه أعرض لأنه لا يطأ برجل رابعة. وقال الثاني: ولاحظت أنا أنه كان يقطف أوراق الشجر على الجانب الأيسر من الطريق، ولم يمس من الجانب الأيمن ورقة، فعرفت أنه لا يرى إلا بإحدى عينيه وأن الأخرى عوراء. وقال الثالث: ولاحظت أنا أن آثار دماء من لسع البعوض كانت في طريقه، فعلمت أنه أبتر بلا ذنب، فلا قدرة له على طرد البعوض عن ساقي. وقال الرابع: ولاحظت أنا أن رجليه الأماميتين كانتا عميقتي الأثر في الطريق، على عكس رجله خلفية الواحدة، فقد كانت سطحية الأثر، فعلمت أنه كان يشكو ألما في باطنه يحمله على تخفيف الوطئ برجله خلفية. قال الملك: عجبا لي ولكم، كيف يكون لي وزراء في مثل عقلكم وحكمتكم وحسن إدراككم للأمور ثم استغني عن مشورتكم؟ عودوا إلى مناصبكم يا وزرائي، ولن أعصي مشورتكم بعد اليوم. ثم ألغى الملك الضريبة التي كان قد فرضها على شعبه، وعوض التاجر من جمله المفقود جملا أقوى منه، اعترافا بفضله في إقناع الملك بحكمة وزرائه. رجع بخفي حنين. في قديم الزمان عاش في مدينة الحيرة بالعراق رجل ذكي بارع اسمه حنين. كان حنين إسكافيا ماهرا يصنع الأحذية لا ينافسه في صنعته أحد. وفي أحد الأيام
كان حنين جالسا في دكانه مشغولا بعمله، فمر من أمامه رجل غريب على ناقته، وتوقف أمام الدكان، فعرف حنين من هيئته أنه أعرابي جاء ليحضر سوق المدينة، واستبشر به خيرا، وظن أنه سيشتري منه بالثمن الذي سيعرضه عليه. نزل الأعرابي من على ناقته، ودخل إلى حنين، فألقى عليه السلام، ووقف يقلب نظره فيما عرضه الإسكافي على رفوف دكانه، فجذب نظره خفان أتقن حنين صناعتهما، فسأل حنينا: بكم تبيع هذين الخفين يا هذا؟ أجابه حنين أن ثمنهما 20 دينارا، فقطب الرجل وعقد حاجبيه مستكثرا الثمن، وأخذ يساومه في ثمنهما، يخبره حنين بالثمن فيرد عليه الرجل بثمن بخس، فيرفض حنين ما عرضه الرجل، فيزيد الأخير الثمن قليلا، فيرفض حنين مرة أخرى. وظل على هذه الحال وقتا طويلا، حتى ضاق حنين بالرجل، وأقسم ألا يبيعه شيئا، فانصرف الرجل كما جاء، لم يشتري ولم يترك حنينا في حاله، فقرر حنين معاقبته على ما أضاعه من وقته وما سببه له من ضيق، وأخذ يفكر في حيلة ينتقم بها منه. انتهت السوق، وجاء الوقت ليعود كل مسافر إلى بلده، وكان الأعرابي من بين العائدين، فترقبه حنين وتابعه، فرآه في طريقه إلى خارج المدينة على ناقته المحملة بما اشتراه من السوق، فسبقه، ورمى في طريقه إحدى فردتي الخفين اللذين أعجباه، ثم مشى مسافة أبعد ورمى الفردة الأخرى، حتى لا يرى الواقف في مكان الفردة الأولى مكان الأخرى، ثم اختبأ في مكان يكشف منه الطريق كلها. وبعد حين مر الأعرابي على ناقته فرأى فردة الخف، فقال في نفسه: ما أشبه هذه الفردة بخفي حنين اللذين رأيتهما في دكانه، لو كانت الفردتان معا لأخذتهما معي. ثم تركها وأكمل طريقه حتى وصل إلى مكان الفردة الأخرى. دهش الرجل: كيف يمكن لهذه المصادفة أن تحدث؟ وقف الأعرابي ينظر إلى الفردة الملقاة أمامه وهو يفكر، ثم اتخذ قرارا. نزل من على ناقته وربطها بما عليها من بضاعة في أقرب شجرة، وحمل فردة الخف، وعاد ماشيا إلى مكان الفردة الأولى ليأخذها فيفوز بالخفين. وهنا تسلل حنين من مخبئه، وفك رباط الناقة من جذع الشجرة، وركبها وانطلق بها دون أن يراه الأعرابي. عاد الأعرابي إلى الشجرة حاملا الخفين وعلى وجهه ابتسامة انتصار ماكرة، لكنهما إن اقترب من الشجرة حتى فزع، إذ لم يجد ناقته ولا البضاعة التي قضى يومه في شرائها من السوق. وقف الأعرابي لا حول له ولا قوة، حتى مرت قافلة عائدة إلى بلد قريب من بلده، فركب معهم حتى وصل إلى قومه. وعندما دخل عليهم ماشيا متطأ الرأس دهشوا، وسألوه عن ناقته وعن البضاعة التي ذهب ليشتريها، فأراهم الخفين، وحكى لهم ما حدث له، فسخروا منه، وتناقلوا قصته فيما بينهم، حتى أصبحت القصة من يومها مثلا جاريا على ألسنة الناس، فيقولون لمن عاد خائبا دون تحقيق ما ذهب لأجله: رجع بخفي حنين. القاضي الصغير. أراد حمدان أن يسافر إلى بلد بعيد، وكان يملك 100 دينار من الذهب، فخاف لو أخذها معه أن تضيع، ولو ترك. أريد أن أحفظها أمانة لديك حتى أعود. ثم سافر حمدان إلى حيث أراد، وبقيت الجرة مختومة عند صديقه. وترادفت الأشهر ولم يعد حمدان من سفره،
ولم يقترب صديقه من البرة، ثم انتهى عام ولم يرجع كذلك. ومضى عام ثان وثالث وما تزال البرة وديعة لدى الصاحب. فلما طالت غيبة حمدان أيقن الرجل أنه قد هلك فلن يعود، واشتاق ولده ذات يوم أن يأكل زيتونا، فرفع غطاء البرة ليأخذ بعض ما فيها من الزيتون، فما كان أشد دهشته حين وجد فيها زيتونا ودنانير. وأطمعه غياب حمدان فأفرغ ما فيها من الدنانير، ورد إليها الزيتون وأكملها زيتونا من عنده حتى امتلأت، وأحكم غطاءها كما كان. ومضت مدة ثم عاد حمدان من سفره، فقصد إلى صاحبه يطلب إليه أن يرد إليه أمانته، فرد إليه الجرة مختومة كما تسلمها، فشكره حمدان على أمانته وأخذ الجرة وانصرف. لكن حمدان لم يكد يصل إلى داره ويفتح الجرة حتى رآها خالية من الدنانير، وليس فيها إلا زيتون، فأسرع عائدا إلى صاحبه يسأله أن يرد إليه ماله الذي كان في الجرة، فأظهر صاحبه الدهشة، وهو يقول: دنانير؟ هل كان في الجرة دنانير؟ إنك لم تودع عندي إلا جرة زيتون. غضب حمدان غضبا شديدا، وذهب إلى الأمير يشكوه، فاستدعى الأمير الرجل المؤتمن، وسأله عما يقول حمدان، فقال الرجل في حدة: إنه لم يودع عندي دنانير، ولم آخذ منه إلا جرة زيتون، فلما حضر سلمتها إليه. تحير الأمير في هذه القضية، ولم يعرف أيهما الصادق في دعواه، فأرجأ النظر في القضية أياما ريثما يدرسها ويتبين فيها وجه الحق. وسمع الناس في المدينة بهذه القضية، فاهتموا بها واتخذوها موضوعا لأحاديثهم ومسامراتهم. وكان من عادة الأمير أن يتنكر في بعض الأيام، ويتمشى في بعض شوارع المدينة، ويستطلع أخبار الناس من غير أن يعرفه أحد. فبينما هو يتمشى ذات يوم متنكرا في بعض أحياء المدينة إذ رأى جماعة من الأولاد مجتمعين للعب يمثلون هيئة محكمة، وقد جلس صبي منهم كالقاضي، ووقف خلفه غلام كأنه حاجب، ومثل بين يديه غلامان في شكل متقاضيين، والتف حولهم جمهور من الأولاد يشاهدون المحكمة كيف تحكم. وقف الأمير يشهد هذا المنظر مسرورا، ولا أحد من الواقفين يعرفه، فسمع القاضي الصغير يقول لأحد الغلامين الواقفين بين يديه: ما دعواك أيها الرجل؟ قال الغلام وأشار إلى جاره: إن هذا سرق مالي، فقد استودعته جرة فيها دنانير منذ 3 سنوات، فأفرغ ما فيها من الدنانير، ووضع بدلها زيتونا. قال الغلام الآخر: ليس الحق ما يقول يا سيدي القاضي، فقد استودعني جرة زيتون ودفعتها إليه بحالها حين طلبها. قال القاضي: علي بخبيرين من تجار الزيتون لأستشيرهما في الأمر. فغاب الحاجب الصغير برهة ثم عاد ومعه غلامان، فوقف بين يدي القاضي وقال: نحن يا سيدي من تجار الزيتون. قال القاضي: انظرا إلى الزيتون في هذه الجرة وأخبراني عن نوعه، أجديد هو أم قديم؟ أخرج الغلامان الزيتون من الجرة ونظر فيه لحظة ثم قال معا: إن في الجرة زيتونا قديما عمره أكثر من 3 سنين، مختلطا بزيتون جديد لا يزيد عمره على 4 أسابيع. قال القاضي: إذن فإن المدعي صادق في دعواه، وقد حكمنا على صاحبه الخائن بالسجن. شاهد الأمير هذه الرواية التمثيلية، فانشرح صدره، وأسرع عائدا إلى قصره وقد أجمع نيته على أمر. فلما كان صباح الغد، أرسل إلى ذلك القاضي الصغير فاستدعاه إليه، وأخبره بما رآه منه أمس، ثم قال له: وإن بين يدي قضية مثل تلك القضية التي حكمت فيها أمس، وسأدعو لك الخصمين لتحكم بينهما. ثم أمر باستدعاء حمدان وخصمه، وأجلس الصبي على منصة القاضي، وطلب إليه أن يفصل في القضية. فدعا الغلام خبيرين من تجار الزيتون، وطلب إليهما أن يخبراه عن نوع الزيتون في الجرة، فشهد بأن فيها زيتونا قديما مختلطا بزيتون جديد. فلما رأى الخائن أن حيلته قد انكشفت، اعترف على نفسه، وطلب العفو والرحمة، ووعد برد المال إلى صاحبه.
واشتهر ذلك الصبي في المدينة كلها شهرة عظيمة، فلما كبر صار قاضي القضاة في المدينة.